لكم عن حملة نابلس عزب ناسها. ما هو هذه أو ما هي هذه الحملة؟ مباشرة السيد مازن أحد مسؤولي حملة نابلس عزب ناسها يطلعنا على تفاصيلها. يسعد صباحك سيد مازن. يسعد صباحك جميع المستمعين. أهلا وسهلا بك. يعني بداية نود أن تطلعنا على تفاصيل حملة نابلس عزب ناسها، وهذا شيء ليس بغريب بصراحة، حيث نابلس لها باع طويل في الحملات الإنسانية والاجتماعية والوقوف إلى جانب بعضنا البعض والحمد لله في كل المحافل وفي كل الظروف. نعم، بداية الشهداء قرية الأسرانة والشفاء للجرحى. نعم، كما قلت أختي الكريمة، نابلس لها باع طويل، نابلس لها تجربة كبيرة في هذه المواضيع الإنسانية والإغاثية، وأكبر دليل كانت آخر حملة تمت في خزائن نابلس لتقديم المساعدات لأهلنا في جنين تحديد المخيفين عندما قامت قوات الاحتلال الغاشم باقتحامهم. نعم، هذه الحملة تأتي الحملة الثانية، الحملة الشعبية الثانية لإعادة بناء مناطق الأحرار، والتي أسميناها نابلس عزب ناسها. كانت في عام 2016 حملة مشابهة لذلك، وقمنا بشراء 4 منازل لأبطال عملية إثمار الذين قاموا بعملية إثمار وقام الاحتلال بهدم منازلهم. وأيضا نابلس لها باع طويل في هذا الموضوع. في 2003 قاموا ببناء عمارة مصري، و2003 أيضا قاموا ببناء عمارة عكوبة وعمارة دبالة، وكما قلت لك في 2016 تم شراء 4 منازل. اليوم نحن الهدف الرئيسي من هذا الموضوع شراء من توفير منزلين لعائلة جوري وعائلة طويل التي قام الاحتلال بهدم منازلهم. ما نعمله من الحملة الذي أطلقت لمدة أسبوع من أمس لغاية السبت المقبل، كل يوم على دوار الشهداء من 10 صباحا حتى 8، ما نرجو منه هو أن يتوجه الجميع لإنجاح هذه الحملة لكي نرسل رسالة للاحتلال أن هؤلاء الأبطال ليسوا وحدهم، ليسوا نكرة على المجتمع الفلسطيني، بل هم وأهاليهم وعائلاتهم جزء أصيل من هذه من 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 هذا من هذه المكونات الرئيسية. هم من قاموا عندما قاموا بعمل هذه العملية البطولية في شاف شمرون لم تكن لأهاليهم أو لم تكن لهم، كانت لرفعة الشعب الفلسطيني لنيل حرية شعبنا الفلسطيني. لذلك علينا أن نرسل الاحتلال أن هؤلاء العائلات ليسوا وحدهم، هم من دفعوا في رأس المال، هم من دفعوا في رأس المال الأصلي في تاريخ الشعب الفلسطيني، هم من قدموا أعمارهم، هم من هدمت بيوتهم، هم من أبنائهم الآن يقبعون داخل السجون وحكم عليهم بالمؤبد مدى الحياة. لذلك علينا لزاما، بل علينا واجبا وطنيا وأخلاقيا أن نكون في جانب هذه العائلات الفاضلة، وهذا أقل شيء يقدم لهم مقابل التضحيات. بالتأكيد. مقابل التضحيات التي قاموا بها أبنائهم. بالتأكيد، ولابد من الوقوف إلى جانبهم في ظل الهجمات المسعورة التي يتعرض لها أهالي الشهداء وأهالي أيضا الأسرى من قبل الاحتلال وحكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين، والمطالبات بفرض عقوبات عالية على أهالي الشهداء. لكن كيف تجد تفاعل المواطنين؟ وبالفعل حاليا التبرعات أو المشاركة إلى كم تقدر تقريبا في يعني وصولها حتى اللحظة؟ بالأمس لم يكن الرقم عالي، لأننا جميعنا نعرف الوضع الاقتصادي الذي تعاني من نابلس وتعاني من فلسطين بأكملها، الوضع الاقتصادي السيء، الحصار. ولكن نأمل من أهلنا في نابلس، من أهلنا في فلسطين الذين عودونا دائما عن الوقوف بجانب الجميع، أن ينجح هذه الفكرة، وأن للسبب اللي قلت لك يا أختي، إن لازم الاحتلال يفهم، لازم الاحتلال يعرف إنه هاي العائلات وحدهم، هاي العائلات هم أبناء الشعب الفلسطيني، أبناء فلسطين، ليسوا أبناء عائلات فقط. لذلك ندعو الجميع من خلالكم إلى التوجه للصناديق وإنجاح هذه المبادرة وهذه الفكرة لكي نقوم بتوفير منزلين لهؤلاء الأبطال. كيفية وآلية المشاركة، وإلى متى ستستمر هذه الحملة سيد مازن؟ يعني من مختلف المحافظات لمن هم ليسوا من محافظة نابلس ويود أن يكونوا شركاء في هذه الحملة والوقوف إلى أهالي الشهداء الذين قام الاحتلال بهدم منازلهم، كيف بالإمكان أن يتواصلوا معكم؟ احنا للشفافيه وللصدق، الموضوع ليس لدينا سوى صندوق واحد على دوار الشهداء. نقوم كل ليله بفتحه امام جميع المؤسسات والصحفيين
وعد المبلغ وتسليموه إلى الإخوة في لجنة التكافل يضعوه في حسابهم البنكي، ولكن هناك ورقة تم الاتفاق عليها بيننا وبين لجنة التكافل أن هذا المبلغ يرسل بآخر يوم يحسب ويرصد فقط لتوفير منزلين لهؤلاء العائلة. أما مدة الحملة فهي انطلقت بالأمس وستستمر إلى يوم السبت المقبل، كل يوم على دوار الشهداء من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 8 مساء. إجمالا نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله والنجاح لهذه الفعالية. نابلس عزهب ناسها دائما وأبدا، وإن شاء الله الوقوف إلى جانب أهالي الشهداء الذين دمر الاحتلال منازلهم، ومن أجل إعادة بناء منازل لهم في هذه المحن التي يعيشونها. أشكرك جزيل الشكر السيد مازن أحد مسؤولي حملة نابلس عزهب ناسها، ونكمل في مشوار